ترقبوا عددا جديد من برنامج مقابلة خاصة يستضيف الخبير الفلاحي بختاوي سعيد ليتحدث لنوميديا تي في عن واقع الفلاحة في الجزائر المؤهلة لتكون أكبر قوة زراعية في العالم. رئيس الجمعية الوطنية لترقية زراعة الزيتون بالجزائر وعضو المجلس الاستشاري الدولي لزيت الزيتون صال وجال في خبايا المتوسط ليؤكد بأن الجزائر قادرة على تغذية كل سكان المعمورة بمنتوجات زراعية صحية. ترقبوها في الأوقات التالية على شاشة نوميديا تي في.